بالنسبة للبرين ستيم بيبقى البرين ستيم عندي formed of three parts. lower part مدلة وبلونجاتا, في الميدل بارت دي بتبقى البونز, الابر بارت بيبقى البرين ستيم. بعد كده بناخد الفنترال سيرفيس بتاعتهم, الكاركترستيك فيتشر بتاعت الفنترال سيرفيس, وبعدين نقوم قلبينهم ونشوف الدورسال اسبكت بتاعتهم. بالنسبة للبرين ستيم بتاعي بيبقى فيه عندي كمان في المدل في البونز بيبقى فيه عندي تو باندلز كبار قوي كده اسمهم ميدل سيريبيلر بدانكلز, بيمسكوا البونز هنا هو مع السيريبيلم, علشان كده بنلاقي هذا البرين ستيم اتاتش للسيريبيلم. لو انا عايز اشيله بقطع هنا الميدل سيريبيلر بدانكل, وتحت في حاجة تانية اسمها انفيرو سيريبيلر بدانكل, ومن فوق في الميد برين بيبقى في عندي سوبيرو سيريبيلر بدانكل, فبيبقى الثلاثه بارتس بتوع ميد برين بتوع البرين ستيم كونكتد مع السيريبيلم بالبدانكلز. فانا عشان اشيل هذا البرين ستيم واشوفه بالمنظر ده كده, بيبقى عندي لازم اقطع الثلاثه كونكشنز اللي بيوصلوا ما بين البرين ستيم مع السيريبيلم. بشيل من تحت انفيرو, في النص بشيل ميدل, من فوق بشيل حاجة اسمها سوبيرو سيريبيلر بدنك. نشوفه الأول كده الفنترال سيرفيس وهو اتاتشد من قدام. بالنسبة للانتيرو سيرفيس بتاعت المدلة أوبلونجاتا بيبقى في عندي هنا حاجة اسمها انتيرو ميديان فيشر أو انتيرو ميديان سالكس. هذا الانتيرو ميديان سالكس بيبقى فيه تلاتة إليفيشنز على البوث سايدز أوف ذيس سالكس. في تلات حاجات عاليين كده على الجنب بتاعت هذا الانتيرو ميديان سالكس. اول واحد بنسميها بيراميد, التانية بنسميها اوليف, التالتة بنسميها انفيريور سيريبيلر بدانك. بيراميد, اوليف, انفيريور سيريبيلر بدانك. هذا البيراميد بتاع البيراميد التراكس, الاوليف, انفيريور ليفر نيوكليوس, والانفيريور سيريبيلر بدانك اللي بيبقى فيه عندنا الفايبرز اللي كونكت المدلة اوبلونجاتا مع السيريبيلر. ما بين البيراميد وما بين الاوليف في جروف اسمه انترو لاترال جروف, وفي ما بين الاوليف والانفيرو سيريبيلر بدانكل في بوسترو لاترال جروف. هنا المفروض بيطلع لنا او اتاتش هنا الروتلتس اوف ذا هايبوجلوسال نيرف. هنا ما بين البيراميد وما بين الاوليف والانفيرو سيريبيلر بدانكل بيبقى في عندي 9 و10 و11 اللي هم الجلوسوفارينجيال والفيجاس والاكسسوري نيرف. يبقى ده اسمه الانتيرور ميديان سالكس, دي اسمها بيراميد, دي اسمها اوليف, ده اسمه inferior cerebellar بدانكل, هنا hypoglossal, هنا بيبقى عندي 9 و10 و11. لو طلعت على الانتيرو سيرفيس بتاعت البونز, على الانتيرو سيرفيس بتاعت البونز بيبقى في عندي هنا هو anterior surface في sulcus او جروف بنسميه sulcus basilaris, ده علشان produced by basilar artery. على الجنبين بنلاقي فيه 2 bundles كبار قوي كده, دولت بنسميهم ميدل سيريبيلر بدانك. دولت معمولين بقى بحاجه اسمها ترانسفيرس بونتاين فايبر او كورتيكو بونتو سيريبيلر باثوي. على الانتيرو سيرفيس بتاعه الميدل البونز نير للابر بوردر ذان ذا لوور بوردر, وقريبه شويه من الميدل سيريبيلر بدانك بنلاقي هنا اهو في الاتاتشمنت او الاكزيت اوف ذا ترايجيمينال نيرف. هنا بنلاقي مكان الاتاتشمنت اوف ذا ترايجيمينال نيرف. يبقى البونز بس بتورينا الجروف بتاعت البازيلر ارتري, لو كده ايدنتيفاي يبقى الجروف فور بازيلر ارتري. لو هنا دي هتبقى عباره عن البونز, هنا هيبقى الميدل سيريبيلر بدانكل, الكرينيال نيرف ده هيبقى رقم 5 او الترايجيمينال. لما اطلع على الميد برين, الميد برين بيتكون من 2 سيريبرال بدانكلز, دولت الدراعين بتوعي, دولت 2 سيريبرال بدانكلز بيعملوا باوندريز لحاجه اسمها انتر بيدانكولار فوسا, البوستير لاترال بتاعه الانتر بيدانكولار فوسا, ومن الكونتنت بتاعه الانتر بيدانكولار فوسا هنا اهو فوق البونز على طول بيبقى في عندي حاجه اسمها بوستيرور بيرفوريتد سابستانس, اللي المفروض بيبقى قدامهم كورتين صغيرين كده بنسميهم ماميلاري بود. فانا بس بشوف هنا جاست دي الانتيور بارت بتاعي ده سيريبرال بدانكلز. بعد كده في الدورسال اسبكت هنعرف ان الانتيور بارت بتاعه الميد برين ده بنسميها تيجمنتم, والدورسال بارت بتاعي بنسميه تيكتم. في العينه دي بيبقى في عندي هنا اهوت منظر حلو قوي, البوستيرور اسبكت بتاعه الميد برين بيبقى في عندي حاجه اسمها الاكويدكت اوف سيلفياس او الاكويدكت اوف ذا ميد برين. كل ما هو خلف
هذه الاكويدكت بنسميها تكتم اوف ذا ميد برين اللي بيحتوي على 4 كوليكولاي، 2 سوبير كوليكولاي و2 انفير كوليكولاي. يبقى ده سوبير كوليكولاس وده اسمه انفير كوليكولاس، ودي بنسميها الاكويدكت اوف سيلفيوس.